استضاف منبر المركز السوداني للخدمات الصحفية حركة تحرير كوش السودانية في ورشة حول مفاوضات السلام ومسار الشمال. وقال رئيس الحركة محمد داود محمد إن الورشة هدفت لتناول القضايا التي تهم الإقليم الشمالي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومقوماتها، مشيرا إلى جهود حركة كوش السودانية ومساهمتها في الجهود الرامية الآن إلى تحقيق السلام الشامل. وأضاف أن الحركة والتي تعتبر إحدى مكونات الجبهة الثورية ستتولى عملية التفاوض إنابة عن سكان الإقليم الشمالي خلال جولة المفاوضات القادمة. في حركة تحرير كوش السودانية نظمنا هذه الورشة لتسليط مزيد من الأضواء على القضايا المهمة المعنية بها المنطقة أو الإقليم الشمالي بصفة عامة والمنطقة النوبية بصفة خاصة. الورشة هيتحدث فيها متخصصون أساتذة أجلاء حول القضايا اللي بتهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الورقة الأولى دكتور بروفيسور محمد جلال يونس كان بيتكلم عن التنمية والاقتصاد، وتطرق في ورقته على ما هي التنمية وكيفية إحداث تنمية ومقومات التنمية في الولاية الشمالية.